تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الصحة، ويومكم مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، واسبوع إن شاء الله موفق للجميع. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ مستمعين الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل القواسمة. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأنا استعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان تمرين صعود السلالم مفيد لمرض أو لمرضى القلب عفوا. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان تغذية طلبة المدارس خلال فترة الامتحانات، وهناك تأكيد مستمعينا الأعزاء من أطباء وأيضا من خبراء التغذية أن تناول أنواع معينة من الأطعمة خلال فترة الامتحانات يمكن أن يزيد من يقظة الطلبة، ويعمل أيضا على تعزيز وتقوية قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات، كما أيضا يمكن أن يعزز من مستويات الطاقة لدى الطلبة. وبتكون معايا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، للحديث حول هذا الموضوع وعن أهمية النظام الغذائي الصحي للطالب، وأيضا وجبة الإفطار، ويعني مواضيع أخرى حول هذا الموضوع. وأما اليوم مستمعينا الأعزاء، حديثنا عن خدمات هيئة الصحة بدبي، وبنتحدث عن أهم خدمة من الخدمات المميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا، خدمة طبيب لكل مواطن. وبتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن فكرة عامة عن خدمة طبيب لكل مواطن، ونوعية وطبيعة الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي من ضمن تطبيق طبيب لكل مواطن. وأيضا بنتحدث مع الدكتورة فاطمة عن التقنيات والتطبيقات الذكية حول هذا الموضوع، وأيضا الجانب المهم إن كيف يتم الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن. فهاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما أرحب بمشاركاتكم ويانا خلال الساعة. برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما بتكون أو دائما تعطينا المستجدات الأخت أسماء الجناحي عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها بهيئة الصحة بدبي. ولكن مستمعين الأعزاء، خلنا ناخذ هذا الخبر، خبرنا لهذا اليوم تحت عنوان تمرين صعود السلالم مفيد لمرضى القلب. أظهرت دراسة مستمعين الأعزاء، دراسة كندية وأمريكية حديثة نشرت في مجلة ميديسين
Medicine and Science، إن صعود السلالم قد يكون تمرينا مفيدا للأشخاص المصابين بالأمراض المختلفة في القلب. ولاحظ أيضا الباحثون مستمعين الأعزاء إن أقل من ربع مرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب يلتزمون بأنظمة التمارين الرياضية، وأن الأسباب الشائعة دائما لعدم القيام بذلك تشمل ضيق الوقت وعدم توفر الأجهزة الرياضية، وفي بعض الأحيان صعوبة الوصول إلى الصالات الرياضية. وقالت الباحثة الرئيسية مورين ماكدو الأستاذة في قسم علم الحركة في جامعة ماكماستر في الولايات المتحدة الأمريكية إن تسلق السلالم السريع والنشط والتمارين المعتدلة الشدة تعتبر تمارين مفيدة للمصابين بالأمراض المختلفة في القلب. وأيضا أضافت إن لقد تبين بأن صعود السلالم وهو خيار آمن وفعال ومجدي لإعادة تأهيل القلب، وهو أيضا أمر مهم بشكل خاص أثناء الوباء عندما لا يكون لدى الكثير من الناس خيار ممارسة الرياضة في صالات الألعاب الرياضية. وقد أجري أيضا فريق البحث الدراسة في مجموعة عشوائية من مرضى الشريان التاجي الذين خضعوا أيضا لعملية في القلب، حيث طلب منهم ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة ومن أيضا مجموعة الأخرى صعود السلالم بشدة، وهذا طبعا بسبب يعني الفائدة التي يمكن أن يحصلوا عليها خلال صعودهم السلالم بشكل مستمر. نأخذ معكم مستمعينا الأعزاء مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. السلام عليكم، صبحكم الله بالنور سرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة مرق بي. الله يصبحك أختي أسماء بالنور والعافية، وشو مستجداتكم اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تقريبا ناخذ جولة الأشياء اللي صارت خلال نهاية الأسبوع في قنوات التواصل الاجتماعي، ومنها بعض الأشخاص دائما يسألون كيف ممكن تقدم ملاحظاتنا ونقدم شكاوينا. تم وضع نشرة خاصة حول آلية تقديم الملاحظات والشكاوى في هيئة الصحة عن سياستنا أو سياسة الحلول حل هذه الملاحظات والشكاوي، هي الالتزام بتطبيق أنظمة فعالة للتعامل مع الملاحظات، المسؤولية وسهولة توفير قناة مباشرة، يعني ممكن أشخاص يكلمون كثير من القنوات، والتميز والتواصل وسرية المعلومات. حتى تم وضع وين هي القنوات اللي ممكن هم يقدمون فيها الملاحظات، منها مركز الاتصال الموحد اللي هو 8342، البريد الإلكتروني واصل صوتك، عندنا تطبيق هيئة الصحة بدبي فيها تشات بوكس ممكن يقدمون فيها أيضا ملاحظاتهم، عن الموقع الإلكتروني في هيئة الصحة أيضا هناك بعد في قنوات في موقع، وأيضا في نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي اللي هو إي كومبلينز، قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا مؤشر سعادة الموجود في كل مراكز هيئة الصحة والمستشفيات، وأيضا الحضور الشخصي للإدارة العامة. فكل هالقنوات يعني الموجودة ممكن الأشخاص يقدمون فيها ملاحظاتهم وفيها تمشي كل إجراءات أخذ الشكاوى. أحيانا بعض الأشخاص يمكن ما يوصلون هالقناة صح، لكن هاي هي القنوات الرئيسية أو الرسمية في أن نحن هيئة الصحة تستقبل فيها الشكاوى والملاحظات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها خدمة دوائي وعدد الأدوية اللي تم إيصالها للمنازل. خدمة دوائي توصل أدوية المرضى إلى منازلهم بالمجان، وهذه الخدمة تقريبا طلعت في بداية يناير 2020، وأيضا وصلت لأكثر من 2.2 مليون عبوة دواء للمرضى في منازلهم. حتى الأشخاص من خلال خدمة طبيب لكل مواطن في حال نحتاج دواء يوصلهم دواهم من البيت. فتقريبا الأشياء المتعامل حتى ما يحتاج أن يجي المركز الصحي بالمرة، يعني ممكن حتى يأخذ استشارته ويوصل الدواء، الأدوية اللي بشكل مستمر اللي يأخذها بعد توصل البيت. أيضا من ضمن الأشياء النصائح الأساسية اللي لازم نحن ما نغفلها عن زيارة المطاعم والمقاهي. بعض الأشخاص لما يأخذون التطعيم يتحرون أنه خلاص أنه ما في التزام بإجراءات الوقائية، لكن حتى مع أخذ التطعيم مهم جدا الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19. فتقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع أخذ الحيطة والحذر من
من خلال التزام بإجراءات وقائية مثل غسل الكمامة تبع جسدي وأيضا غسل اليدين باستمرار. ونتمنى لهم يوم سعيد ويوم أحد مميز وأسبوع حافل بالإنجازات إن شاء الله. شكرا لك أستاذة أسماء الجناحي على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، تغذية طلبة المدارس خلال فترة الامتحانات، حديثنا مع الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي الصحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع أو بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب مستمعينا بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، التغذية أو تغذية طلبة المدارس خلال فترة الامتحانات، يؤكد دائما خبراء التغذية والأطباء بأن تناول أنواع معينة من الأطعمة خلال فترة الامتحانات يمكن أن يزيد من يقظة الطلبة ويعمل أيضا على تعزيز وتقوية قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات، كما أيضا يمكن أن يعزز من مستويات الطاقة لدى الطلبة. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، معي عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي للحديث عن هذا الموضوع. أستاذة فاطمة، صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك بالنور والسرور. هيا هلا تفضل. مرحبا أستاذة فاطمة. طبعا يعني مع الفترة الحالية، فترة الامتحانات، فترة امتحانات الطلبة، ونشكركم الحقيقة في البداية وجودك معنا اليوم أستاذة فاطمة واختياركم هذا الموضوع المهم والموضوع الحيوي، مثل ما ذكرنا بأن دائما يعني يؤكد خبراء التغذية بأن التغذية السليمة والتغذية المتوازنة لطلبة المدارس مهمة جدا. ففي البداية أستاذة فاطمة، لو نتكلم عن يعني ما هو النظام الغذائي الصحيح المتوازن للطالب أو للطلبة خلال فترة الامتحانات؟ صحيح، هو النظام الغذائي المفروض اللي يكون عليه لطلبة المدارس خاصة حين فترة الامتحانات، كل ما كان الغذاء متوازن وصحي ويحقق للطالب أقصى معدلات الفهم والاستيعاب والتحصيل. لأن أغلب الأطفال تقريبا يعني يكبرون بسرعة، خاصة في طلبة المدارس عندهم حركة كثيرة، فيستهلكون كميات مناسبة من الطاقة ويحتاجون طاقة بعد تساعد على هاي الحركة بحيث تكون حركة سليمة. وأغذية متنوعة من فئات كثيرة من الأغذية، وأنا بذكر لكم إياها الحين، بس هاي العناصر الغذائية لازم تكون تحتوي على فيتامينات ومعادن، وبالتالي تكون وجبات صحية متوازنة تمنح الجسم الطاقة اللي يحتاجها الطفل أو الطالب والعناصر الغذائية. صحيح. وتكون هاي في جميع المراحل العمرية، سواء كانت مرحلة الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي. وأهم هاي العناصر الغذائية ممكن تفيدهم، ممكن تكون أول شيء الكربوهيدرات والدهون والبروتينات في الدرجة الأولى. ليش؟ لأنها تزود الأجسام بالطاقة اللازمة للنمو وللحركة وتلبي حتى احتياجاتهم اليومية من الطاقة أو السعرات الحرارية. فهاي وين تكون هاي المصادر؟ تقريبا تكون في الحبوب أو الكربوهيدرات أو النشويات اللي احنا نقصدها، ممكن تكون في الخضروات والفاكهة. أما عن البروتين، فالطالب بشكل عام يحتاجه أصلا للنمو لبناء الخلايا ونمو الخلايا في الجسم، فالطفل أو الطالب يحتاج هاي الكمية بكميات كافية، وهي حددها طبعا أخصائي التغذية إذا الأم تعرف بناء على احتياجات الطالب أو مرحلة الأمر أو الوزن أو الطاقة اللي هو يستهلكها، سواء كان ملتحق في نادي أو رياض بشكل عام، أو مثلا طفل عادي حركة عادي. وتكون البروتينات هاي موجودة اللي احنا نذكرها في الحليب ومشتقاته، في الدياي، في السمك، في اللحوم، والبيض والمكسرات. صحيح، مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، يعني أهمية مثل ما
ذكرنا في البداية أهمية التغذية أو التغذية المتوازنة بالنسبة للطلبة خلال مرحلة الامتحانات أو مرحلة الدراسة، موضوع مهم. وأيضا يعني من خلال يعني حديثنا مع أستاذة فاطمة يعني نحب نتكلم عن الوجبة أو وجبة الإفطار بشكل عام. يعني وجبة الإفطار نحن نعرف اليوم أنها هي مهمة لكل شخص، سواء يعني طالب أثناء فترة الدراسة أو فترة الامتحانات أو للشخص العادي بشكل عام. أستاذ فاطمة، لو نتكلم عن أهمية وجبة الإفطار. مهمة جدا وجبة الإفطار، لأنها هي أصلا غير أنها هي تخلي الإنسان أو الطالب عند تركيز أكثر وتحصيل علمي أكثر، بعد هو تقلل من تعرضه لأمراض السمنة أو زيادة الوزن والسكري. صحيح. دائما إحنا ننصحهم بأن يتناول 3 وجبات رئيسية من ضمنها اللي هي وجبة الإفطار، هاي مهمة، ونشجع دائما على أن الابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة اللي هي المقالي، ويتناولون وجبة الفطور مثلا بشكل يومي، وتكون مؤقتة ما بين الساعة 7 إلى الساعة 9، بحيث أنها قبل أو في خلال فترة الدراسة الأولى يعني يكون عند الطالب طاقة مهمة. وتكون هاي الوجبة تعتمد على نشويات، وكل ما كانت النشويات أو الكربوهيدرات هاي من مثلا خبز أو الصمون أو أي حبوب الإفطار اللي هي تكون فيها مثلا ألياف، خبز أسمر تكون تحتوي على بيض أو جبن، وتحتوي على خضار سواء كانت مثلا أصابع الخيار أو أصابع الجزر، وتكون متنوعة دائما، ما تكون على نوع معين يوميا أو فطور يومي بشكل عشان ما يشعر الطفل بالملل أو الطالب بالملل. وهي تكون دائما في بداية يومي من الصباح الباكر، يعني ما يكون متأخر بعد الساعة 10 أو الساعة 9، تكون ما بين 7 إلى 9 تكون خذ وجبته، وتكون لازم تكون وجبة خفيفة ومغذية وصحية يستفيد منها الجسم. صحيح. هي المشكلة أستاذة فاطمة، التحديات يعني اللي يعني تكون دائما موجودة، يعني التحديات إذا كانت سواء كانت للأم أو التحديات اللي تكون دائما مع الطالب أو مع الطفل، اللي هي يعني الطالب يقتنع بأن لابد أنه يعني يستمر بوجبته، وجبة الإفطار، لأنها مهمة. وأيضا يعني مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، التغذية الصحيحة والمتوازنة والسليمة أثناء فترة الدراسة وبالأخص فترة الامتحانات. الطالب يحتاج إلى دعم مثل ما ذكرتي، يعني دعم الأسرة أو دعم الأم، بحيث أنه يعني دائما يتشجع ويتعلم ثقافة الأكل الصحي والأكل المتوازن، وأيضا الابتعاد عن الوجبات السريعة والابتعاد عن الوجبات اللي فيها دهون وفيها سكريات. وأيضا النقطة المهمة أستاذة فاطمة، السهر. يعني نحن يمكن خلال الحلقات السابقة تكلمنا وايد عن موضوع يعني قلة النوم وكثرة السهر وكثرة الأكلات اللي فيها يعني الدهون والسكريات. هاي طبعا أكيد لها تأثير سلبي على الطالب وعلى ذكائه وعلى استيعابه، وبالأخص خلال فترة الامتحانات. أستاذة فاطمة، صحيح. اصلا حتى الحين صار بما انهم اغلبيتهم عن بعد، فصار الطلبه فئتين، فئه يحضرون المدرسه وفئه ما يحضرون. اللي ما يحضرون لاحظنا عليهم انهم يجون العيادات عندنا عندهم زياده وزن عاليه. صحيح. صار عندهم تغير وايد في الثقافه. قبل كان في المدارس عندهم دخلين في وزاره التربيه والتعليم، ما قصروا من ناحيه قسم او جزء من تعليمي من ناحيه التغذيه السليمه، فكان الاطفال كلهم عارفين هذا الشيء. بس صار ان الام تشوف ولدها طول الوقت جالس تبغى تشغله مثلا، او الاب تشوف الولد، فهم اللي كان مركز على الاكل الام او الاب هم اللي يجيبون المواد هاي، سواء كانت الشيبس الجاهز، الحلويات، العصاير، يحسون الطالب انه يعني محتاجها او شيء مهم. فصار ان الثقافه تغيرت، الطالب يصحى الصبح يبغى شيبس يبغي عصير. اي والله صدقك، قدر يعني الام لما تيما تكون مو قادره تسيطر، لان الموضوع مو في الطالب، الموضوع في الاهل، يعتبرون الوجبه هذه او الاطعمه هاي اللي يبونها يوم جاهزه من الاطعمه الاساسيه في البيت. لو كان غيروا هذا النظام من البدايه، لأنه هم تحت سيطرتهم الموضوع، هم اللي يبون أغراض البيت. فالمفروض الأب والأم خلاص يتفقون على رأي واحد. دائما إحنا نشوف إن الرأي شيئين، الأب خايف على عياله يبغي يعني نسيهم وضعهم إنه يصير في المدرسة فيضطر يجيب لهم الشيبس والحلويات، فالأم ما تقدر تسيطر.
دائما احنا نقول دائما الاب والام لازم يكونوا متعاونين في هالموضوع، لان اذا رجع مره ثانيه الطالب للمدرسه بيكون حتى عندنا عدم سيطره في المدارس من ناحيه الاطعمه، لان كان في المدرسه في بعض المدارس او كل اغلب المدارس ممنوع ان الطالب يبغى الاطعمه، اما بالنسبه للطالب حاليا متوفر عنده في البيت والاهل هم اللي يبوا ليه. احنا دائما نركز على الام والوالدين ان هاي الاطعمه المفروض ان يبتعدون عنها تماما، بالعكس هم فرصه الحين يغيرون من الطالب. الشيء الثاني، الطالب اول ما يصحى الصبح على طول على النظام الدراسي، ما عنده وقت انه يحضر، فالمفروض تحضير هذا من البدايه يكون من الصبح، من اول الصبح من اللي يكون مسؤول عنهم، مثلا سواء تقطيع الفاكهه في وجبه البريك، مثلا تحضير الوجبه نفسها نفس ما كانت الام تحضر ليها عشان يصير المدرسه او يصير الطالب للدراسه، نفس الشيء المفروض كانت تحضر حتى في البيت. من أول ما يصحى الطالب ما بيضطر أنه يسوي الوجبات حتى، ويكون جاهز بالنسبة له طبعا. صحيح. لأنه على الدراسة وما يقدر يتغيب، يعني يتغيب عن الكلاس أو الصف في نفس الوقت، فبيشوف الصحن متوفر اللي موجود بطريقة مميزة، مثلا فيها خضار، في بروتين سواء بيض أو جبن، في نوع من النشويات اللي هو حاب لنا، والتغيير هذا كله فبيخلي الطالب خلاص يتعود على نظام غذائي صحي. صحيح. وهذا احنا دائما ننصح أولياء الأمور خلال مراجعاتهم أو في الإعلام أو في أي دائرة من الدوائر إذا كنا إحنا موجودين فيها، أن ننصحهم فيها أن يتعاونون لنا في هالشيء. نعم، وأنتي ذكرتي أستاذة فاطمة الحقيقة يعني جانب مهم جدا اللي هو دور البيت الحقيقة ودور الأسرة ودعم الأم والأب في يعني تغيير ثقافة الطفل، لأن الطفل يعني في سنواته الأولى وإذا كان حتى أيضا طالب بيتعود على ثقافة الغذاء أو ثقافة التغذية السليمة والتغذية المتوازنة من البيت، يعني إذا يعني هو مش متعود على نمط معين، بس إذا لاحظ أن هذا هو يعني أسلوب البيت و يعني طريقة يعني الوجبات اللي في البيت، أكيد بيتعود الطفل وبيحس بأهمية التغذية الصحية والتغذية المتوازنة، وبتصبح ثقافة عنده في حياته مش مرتبطة فقط يعني بأيام الدراسة أو يعني أيام الامتحانات. الجانب الآخر أستاذة فاطمة اللي أيضا يعني نحب أن نتحدث معاك في أهمية السوائل بشكل عام، ونركز اليوم نحن في حديثنا معك عن السوائل للطلبة، يعني أهمية السوائل، دور السوائل في يعني الصحة العامة للطالب، منع أو منع الصداع، منع تعزيز وظائف الجسم والتركيز على السوائل. طبعا أكيد أستاذة فاطمة بتشرحين أكثر عن هالموضوع، الفرق أيضا بين الماء وبين السوائل الثانية اللي فيها نسبة سواء المياه الغازية أو يعني المشروبات اللي فيها السكر وما شابه ذلك. صح، مثل ما ذكرت أستاذي يتعرض أغلب الطلبة لنوبات الصداع، خاصة حتى تلقاهم أطفال بسبب الجفاف حتى أو قلة شربهم للسوائل مثل ما تفضلت، بالأخص الماء، فهذا هو سبب رئيسي. إذا ما كان عنده أي مشاكل عضوية هو سبب الرئيسي هو الجفاف وقلة الماء، لأنه بشكل عام حتى لو الطفل يالس في غرفة في غرفته أو في أي مكان مكيف في حركة أكيد في تعرق، أكيد عزك الله في تبول، فهذا كله يفقد جزء من السوائل، وبالتالي التعويض لازم يكون عن طريق سوائل ثانية مهمة، وأهمها اللي هو الماء والمشروبات الثانية من مشروبات عصائر، وبعدين الأطعمة اللي تحتوي على السوائل. طبعا احنا كيف نقصد الأطعمة؟ نقصد الأطعمة في الخضروات، أكيد في عندنا خضروات تحتوي على كميات كبيرة من السوائل، منها الخس مثل الطماطم مثل الخيار، فيها نسبة عالية من السوائل، ممكن أنا أعطيها للطفل بحيث الطريقة غير مباشرة بدل ما أنا لاحظت على الطفل أنه ما يشرب الماء كميات كبيرة. الشيء الثاني لازم يكون الأكواب الماء أو الماء في متناول الطفل، ما يكون صعب عليه أن يصير يفتح الثلاجة يبطل مثلا، لا في أكواب حين صغيرة خاصة الأطفال اللي هم يكون أو الطلبة الصغار، ممكن أنا أحط لهم على شكل أكواب على شكل مثلا زجاجة أو غرشة مثلا معينة من الماء، هاي تقدر تأخذها خلال فترة الدراسة وبعدين أغير لي إياها أحط لي إياها مثلا من فترة الظهر بعد الغداء إلين العصر وعقب قبل النوم. الشيء الثاني عندنا بعد الفواكه، عندنا مثل الشمام البطيخ أو اللي إحنا عندنا البطيخ الأحمر أو اليح، الجريب فروت، الموز، هاي كميات كبيرة فيها من الماء ومكونات
مهمة وممتازة، مو بس ماي، فيها حتى فيتامينات ومعادن صحيح. ومضادات أكسدة تمنع الـ يعني تمنع الأمراض وتساعد الجسم على رفع المناعة. حتى أحيانا في بعض الناس ما يعرفون أن اللحوم فيها نسبة من الماي، مثل اللي إحنا نقصد فيها الدياي البيض في نسبة من الماي، وهاي إذا نعطيتها الطفل بشكل يومي جزء من الوجبات الرئيسية بيستفيد منها، يعني مو نعم بس السوائل الثانية. يعطيك أما من العافية. أهم السوائل اللي نعم إحنا نذكرها أول شيء أفضلها الماي، نعم خاصة إذا كان الماي يعني صافي الماي ما صحيح أضيف له أي شيء، لأن في سعرات، أول شيء سعرات حرارية قليلة خاصة إذا عند الطفل مثلا عنده زيادة في الوزن ما فيها سكريات، وفي نفس الوقت يعني ممكن أنا عشان أغير طعم الليمون هذا الماي ممكن أضيف ليمون، ممكن أضيف خيار، ممكن صحيح أضيف فراولة، على أساس أن أحسن من النكهة إذا كان الطفل يحب. النوع نعم الثاني من السوائل الحليب، لأنه مصدر قوي جدا من الكالسيوم ومهم لصحة عظام الطالب والعظام وأسنانه، في صحيح بعض فيتامينات ومعادن، وبعد مهمة أن لأسنان الطفل أو صحيح الطالب. نعم عندنا بعد نوع ثاني اللي هو العصاير اللي هي المختلفة سواء كانت من خضار أو فاكهة، نعم بعد هاي فيها يعني سوائل مفيدة يستفيد منها الطالب. صحيح. تفضل. أستاذة فاطمة، سعداء جدا وجودك معنا في برنامج صحة السعادة اليوم، وأيضا يعني اختياركم لهذا العنوان المهم، تغذية طلبة المدارس خلال فترة الامتحانات، وشكرا لكم الحقيقة، وشكرا لجهودكم في توعية أفراد المجتمع عن يعني البرنامج الغذائي والنمط الحياة الصحي. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. حياكم الله، مع السلامة. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، خدمة طبيب لكل مواطن بنتحدث عنه، ولكن بعد الفاصل بتكون معايا اليوم الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن خدمة طبيب لكل مواطن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء خلال الساعة في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، اللي هو تحت عنوان خدمة طبيب لكل مواطن. وتعتبر طبعا خدمة طبيب لكل مواطن مستمعينا الأعزاء من الخدمات المهمة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمتعاملين، وهي طبعا تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأيضا تنفيذا لتوجيهات سموه التي وردت في البند الخامس من وثيقة 50. للحديث عن هذا الموضوع يشرفني أن تكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور. مرحبا دكتورة فاطمة، نحن سعداء الحقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن هاي الخدمة المتميزة الحقيقة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي. دكتورة، حابين في البداية تعطينا فكرة عامة عن خدمة طبيب لكل مواطن. أكيد. في البداية صراحة حابة أصبح على مستمعي قناة نور دبي صباح الخير، في البداية حابة أشكر قناة نور دبي صراحة برنامج صحة وسعادة لتحت الفرصة لتعريف المجتمع بخدمات هيئة صحة دبي، ومن هاي الخدمات المتميزة خدمة طبيب لكل مواطن دكتور فور إزري سيتيزن. الخدمة بدأت في ديسمبر عام 2019، وهاي الخدمة توفر التواصل المباشر بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء بأحدث الوسائل الذكية من خلال مركز يعمل عن بعد على مدار الساعة 24 ساعة لتقديم الاستشارات الطبية من
كان مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة، وحرصت الهيئة صراحة على توظيف أحدى التقنيات والوسائل الذكية لخدمة المرضى في المجالات التشخيصية، في المجالات العلاجية وأيضا الوقائية وفقا لأعلى درجات الدقة وطبعا الخصوصية. ومن خلال خدمة الطبيب لكل مواطن ببساطة يقدر المتعامل أو المراجع أن يتواصل مع الاستشاري أو أخصائي طب الأسرة بالهاتف صوت وصورة، يعني خلنا نقول نقدر أنه يعني كأنها زيارة افتراضية للعيادة، يعني هو موجود في العيادة بس فعلا قاعد يكلم الدكتور بالتليفون. والحمد لله تم توفير أكثر من 82,000 استشارة طبية عن بعد خلال الفترة ما بين يناير 2020 إلى يناير 2021. وخدمة الطبيب لكل مواطن صراحة وفرت الراحة والسلامة للمتعاملين من خلال التواصل المرئي مثل ما قلنا عبر مكالمات الفيديو، مع إمكانية مراجعة الملف الطبي والتاريخ المرضي الكامل للمتعاملين أثناء الزيارة الافتراضية، حيث أن تم ربط الخدمة خدمة الطبيب لكل مواطن مباشرة بالسجلات الطبية الإلكترونية اللي مسجلة عندنا في برنامج سلامة التابع لهيئة صحة دبي. صحيح دكتورة، الحقيقة يعني كلامك يعني جميل وخدمة متميزة الحقيقة، مثل ما ذكرتي أن يعني خدمة طبيب لكل مواطن يعني لا تختصر فقط على يعني تقديم الاستشارة للمتعاملين عن طريق الهاتف، وإنما أنت ذكرتي أيضا أن هي خدمة بالإمكان بأن تكون خدمة يعني عن طريق الهاتف، وأيضا ممكن أن تكون يعني صورة بأن يعني الطبيب ممكن أن يشاهد المريض، وهناك في أخذ وعطاء بين الطبيب وبين المريض وهو في بيته. يعني الخدمة هاي لا تختصر فقط على يعني وجود الشخص في البيت، يعني وبنتكلم معك دكتورة نحن بالنسبة للفئات اللي يعني تستهدف ومن هم الفئات اللي ممكن يستفيدون من الخدمة، ولكن الجميل بأن اليوم دكتورة الخدمة اللي وفرتها هيئة الصحة بدبي بإمكان الشخص أنه يستفيد من هالخدمة وين ما يكون، إذا كان في بيته وإذا كان في عمله إذا كان أيضا خارج الدولة. دكتورة لو نتكلم في هذا المجال كيف ممكن الخدمة هاي أن يستفيد منها المتعامل أو متعامل هيئة الصحة بدبي وين ما يكون، ومثل ما ذكرتي أنت أنها ما لها حدود الخدمة هاي، خدمة طبيب لكل مواطن ممكن تكون استشارة طبية، ممكن يكون أيضا إذا لاحظ الطبيب من خلال الاستشارة أو الحديث مع الشخص بأن هناك في آلية تواصل بين التخصصات أيضا الثانية اللي قد يكون الطبيب يشوفها أن الشخص هذا يحتاج بأن يتم تحويله لأشخاص أو لفريق طبي آخر. بالضبط مثل ما قلت خدمة الطبيب لكل مواطن توفر خدمات صراحة فعلا متنوعة. نعم. وإلى الآن هاي الخدمة في طور التطوير، يعني إحنا ما اختصرنا هذه الخدمة على الخدمات التشخيصية والوقاية، لا فعلا لين الحين في ظل تطوير هاي الخدمة. فحاليا الخدمة توفر الخدمات التشخيصية، مثلا شخص يعاني من جفاف الإيد مع حك دائما في الإيد، فيقدر الدكتور طبعا بعد ما ياخذ التاريخ الطبي الكامل للحالة وطبعا بعد ما ياخذ الإذن منه إذا أمكن أنه يشوف الإيد عن طريق الكاميرا يعني. نعم. وأن يشخص حالة المريض، فإذا كانت حالة المريض فعلا تستدعي الفحص السريري ينصحه أن يتفضل عنا العيادة. غير ذلك إذا كانت الحالة جدا بسيطة الدكتور كانت مثلا الصورة واضحة معه يقدر يشخص المريض وهو واثق فيقدر يكتب له العلاج اللازم. وأيضا خدمة الطبيب لكل مواطن توفر عنا الخدمات العلاجية، الخدمات العلاجية من خلال صرف الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرضية أو حتى صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة مثل عندنا السكري، عندنا الضغط، عندنا الكوليسترول. مثال على ذلك شخص كبير في السن صعب
صعب عليه أنه يجي العيادة، صعب عليه أنه ينتظر في العيادة لوقت طويل، وهو فعلا محتاج فقط أدويته. فلسلامة المريض وراحته يقدر يتواصل بالصوت والصورة بالهاتف، حتى أنه اطمئنان، حتى أن المريض يحس يعني أن هاي الخدمة فعلا يعني خلينا نقول يرتاح لما يشوف الدكتور كصورة حتى. صحيح. أكيد. ويتواصل معه ويصرف كل الأدوية اللي يحتاجها. صح. فوق هذا الأدوية نقدر نوفرها وتوصل للمتعامل أو المريض للمنزل عن طريق خدمة دوائي. دوائي نعم. خدمة وأيضا خدمة. دكتورة يعني اللي أضيف على خدمة يعني مبادرة دوائي، الشخص اللي يوصل يعني في كثير من الأماكن عندهم خدمة يعني توصيل أدوية، ولكن اللي يميز مبادرة هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء دوائي بأن يتم توصيل الأدوية من قبل صيدلي. يعني ممكن الصيدلي هذا يقابل المريض ويشرح للمريض كل التفاصيل اللي يحتاج انه يعرفها عن الدواء، عن الدواء. فهو ليس يعني فقط دكتورة يعني توصيل الدواء من قبل شركة التوصيل، وانما ايضا وفرت الصحة هيئة الصحة بدبي شخص متمكن بامكانه انه يشرح الجرعات ويشرح كل ما يحتاج المريض انه يعرفه بالنسبة للدواء اللي تم توصيله له الى المنزل. بالضبط. خدمة دوائي فعلا خدمة كبيرة مش بسيطة مثل ما تفضلت وقلت إن هي مجرد توصيل الأدوية للبيت، ولكن من خلال هاي الخدمة المتعامل مثل ما قلت يطلع يعني مثلا يسأل عن الجرعة، جرعة الدواء، أو مثلا الأعراض الجانبية لهذا الدواء. فهي خدمة دوائي مش صرف الأدوية بس، ولكن من خلال تطبيق أو خدمة طبيب لكل مواطن يقدر المتعامل إنه يطلب أدويته. فبالبساطة الدكتور يطلب هاي الخدمة ويطلب من المتعامل رقم مكاني، هو مثل رقم باللون الأصفر موجود برا يعني عند باب عند كل منزل، فيعطيه هذا الرقم وفقط، هذا هو المطلوب. نعم. ويوصل الدواء إن شاء الله خلال يومين لثلاث أيام عمل. صحيح. أيضا خدمة طبيب لكل مواطن توفر خدمات الوقائية. كيف الخدمات الوقائية؟ مثال سيدة عمرها 40 سنة وحابة تعمل الماموغرام للوقاية من سرطان الثدي، وهي الحمد لله ما تشتكي من أعراض، ما عندها أي مشاكل صحية، فلسلامتها تقدر تطلب طبيب لكل مواطن وبالتليفون يقدر الدكتور يعطيها موعد للماموغرام، تمام، اللي هو الفحص التشخيصي لسرطان الثدي يبدأ من عمر 40. وأيضا المتعاملة بعد ما تأخذ الموعد وتروح تسوي الفحص تقدر مرة ثانية تطلب موعد لطبيب لكل مواطن، وأيضا تأخذ النتيجة بالهاتف مع الدكتور ويقول لها نتيجة فحص الماموغرام. صحيح. وبهالطريقة احنا صراحة وفرنا الوقت والجهد للمتعامل. صحيح، لأن الدكتورة فعلا يعني هاي يعني كثير من التحديات اللي يعني يواجه الكثير من الناس اللي ذكرتي دكتورة الفحوصات الدورية. فإذا الشخص بإمكانه أن يتواصل مع أو يستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن لعمل هاي الفحوصات الوقائية اللي ذكرتيها دكتورة أيضا يعني خلنا نعطي مثال آخر، إذا شخص مثلا وصل الأربعين أو وصل الخمسين سنة وهناك أكيد طبعا بعض الفحوصات اللي يحتاج يسويها سواء يعني المرأة أو الرجل، هل بالإمكان دكتورة أن يتم التواصل أو الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن لعمل هاي الفحوصات الدورية؟ وهاي حقيقة يعني فيها تحدي كثير من الناس مرات، يعني مثلا الواحد يقول أنا ما عندي وقت أني أسير وأخذ موعد وأقابل الطبيب، فكيف دكتورة خدمة طبيب لكل مواطن ممكن الشخص أنه يستفيد منه أيضا للاستشارة وعمل هاي الفحوصات الدورية؟ ببساطة الشخص حاب أنه يعمل فحوصات دورية شاملة للجسم، ولكن في المقابل هو ما عنده أي أعراض، ما عنده أي مشاكل صحية، فخلنا نقول المتعامل يستصعب أنه أنا أروح العيادة. صحيح. وأطلب الفحوصات وكذا، فإحنا من خلال خدمة طبيب لكل مواطن يقدر المتعامل ياخذ موعد عن طريق التطبيق اللي هو خدمة طبيب لكل مواطن ويتواصل مع الدكتور، وفي المقابل الدكتور راح ياخذ التاريخ الطبي الكامل لهذا الشخص، تمام، ومن خلال الأسئلة يقدر الدكتور يحدد شو الفحوصات
اللازمة اللي لازم يعملها المتعامل. فيقدر يحط لي إياها في سيستم سلامة تابع لهيئة صحة دبي، وفقط يقول له تعال مثلا باكر أو اليوم اللي بعده، وأنت تكون مثلا صايم، يعطي اللي هي النصايح أو التعليمات، يقول له تعال وعمل هاي الفحوصات. وبعد ما المتعامل يعمل هاي الفحوصات في أجرى بعيادة تابعة لهيئة صحة دبي، يقدر ياخذ موعد ثاني مع الدكتور نفسه، وياخذ أيضا النتيجة، ياخذ النتيجة ويطمن على الفحوصات اللي سواها. صحيح. مستمعين الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. معايا عبر الهاتف اليوم الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها عن خدمة طبيب لكل مواطن. دكتورة، قبل أن ننتقل إلى حديثنا في المحاور الأخرى، نحب نذكر مستمعين الأعزاء دكتورة كيف يتم التسجيل هذا التطبيق خدمة طبيب لكل مواطن. فعلا مثل ما قلنا في البداية أن الهيئة وفرت أحدث التقنيات والأجهزة لهاي الخدمة للضمان الدقة والخصوصية لتسهيل الخدمة للمتعامل بشكل بسيط بدون أي تعقيدات، والتواصل مع أطباء فعلا ذو كفاءة عالية ومدرب. كيف الحصول على هذه الخدمة؟ عندنا من خلال الاتصال على الرقم المجاني التابع الخاص لهيئة صحة دبي اللي هو 800-342، وأخذ موعد لخدمة طبيب لكل مواطن. أو في طريقة ثانية اللي هي تحميل تطبيق هيئة صحة دبي اللي هو DHA على الهاتف الذكي. صحيح. مجرد ما يعني يتم تحميل التطبيق، نعد البيانات، نسجل بيانات المريض اللي حاب يتواصل مع الدكتور، واتباع خطوات جدا بسيطة في التطبيق. كيف؟ في البداية بعد ما الشخص ينشئ حساب له في التطبيق ويسجل بيانات المريض اللي راح يتابع الدكتور، مجرد أسئلة بسيطة يسأل مثلا الاسم، العمر، الرقم الصحي اللي هو MRN، أو الرقم اللي موجود على البطاقة الصحية، هذا ضروري يتسجل في التطبيق. وخلاص بهالطريقة المتعامل انشأ له حساب. بعد ما ينشأ له الحساب في التطبيق، راح يكون عنده مثل مربع مكتوب عليه طبيب لكل مواطن، دكتور فور إيفري سيتيزن. نضغط على هذا التطبيق. مجرد الضغط على هذا التطبيق تطلع لنا لستة الدكاترة اللي احنا حابين نتواصل معاهم، فنختار الدكتور اللي حابين احنا نراجع معه والوقت اللي يناسبنا. وبعد ما نختار الوقت واليوم اللي يناسبنا، راح يوصل لنا ايميل كتأكيد وتذكير بالموعد. نعم. وقبل الموعد في اليوم المحدد بخمس دقائق، ندخل على التطبيق ونضغط على تطبيق خدمة طبيب لكل مواطن، فرح نشوف في مثل مربع أخضر مكتوب عليه جوين كول أو بدء في المحادثة. فقط نضغط على هذا الزر وراح نكلم الدكتور صوت وصورة، ونستفيد إن شاء الله من الخدمة. نعم دكتورة، طبعا يعني فكرة طبيب لكل مواطن تم إطلاق المبادرة هاي من قبل هيئة الصحة في دبي، صحيحيني دكتورة، في شهر 12 في 2019، طبعا يعني قبل جائحة كورونا دكتورة فاطمة. لو نتحدث معك دكتورة، كيف تم يعني الاستفادة من المبادرة هاي مع جائحة كورونا، وكيف تم أيضا يعني آلية التواصل بين المتعاملين هيئة الصحة بدبي وبمختلف الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، والتقنية هاي الحديثة من خلال التواصل بين المتعامل وبين الفريق الطبي المعالج؟ طيب احنا مثل ما قلنا ان الخدمة بدأت في ديسمبر عام 2019 في بداية جائحة كورونا، أو حتى قبل الجائحة يعني بشهور بسيطة. تمام. فهذه الخدمة كانت موجودة قبل جائحة كورونا، ولكن كانت الخدمة خلينا نقول جديدة على المجتمع، فكان المجتمع غير متقبل هاي الفكرة، وإنه لا أنا خلاص راح أروح عند الدكتور وأكلمه، يعني هي شغلة التعود خلينا نقول. ولكن
الخدمة فعلا أثبتت نجاحها وفاعليتها ودورها وقت جائحة كورونا. صحيح. نعم. إن كان التباعد الجسدي والابتعاد عن الأماكن المستحمة كان جدا ضروري. ومثل ما قلنا وصل عدد المستفيدين من الخدمة خلال سنة واحدة أكثر من 83 ألف متعامل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمة كانت جديدة، يعني خلال سنة واحدة وصلنا ل 83 ألف متعامل. تمام. ومثل ما قلنا أن المجتمع كان غير متقبل لهذه الفكرة، ولكن مع جائحة كورونا أصبحت الحاجة للخدمة جدا ضرورية بما يتماشى مع الظهور مع الظروف الراهنة. وعندنا من بين 83 ألف متعامل 7000 استشارة خاصة فقط بمرضى كوفيد، الأشخاص اللي كانوا أصابوا بكوفيد 19 كانوا يقدرون حتى يطلبون خدمة طبيب لكل مواطن ويتواصلون مع الدكتور ويسألون الدكتور على أي أعراض جديدة طرأت عليهم ويستشيرون حتى في حالتهم. صحيح. مع ذلك وخلال فترة قصيرة أدخلت الهيئة العديد من التحسينات على خدمة طبيب لكل مواطن لمواجهة التحديات ومواجهة كورونا 19. منها عندنا خفض وقت الاستشارة من 30 إلى 20 دقيقة، وزيادة عدد أجهزة الاستشارة المرئية من 6 أجهزة إلى 16 جهاز، وأيضا زيادة عدد الأطباء في وقت جدا قصير من 10 دكاترة إلى 52 طبيب، وفعلا جميعهم تلقوا التدريبات الفورية والفعالة لخدمة طبيب لكل مواطن. ففعلا الخدمة تماشت 100% نعم. مع الاستعدادات اللازمة لكوفيد 19. نعم. الحقيقة دكتورة فعلا يعني خدمة مميزة، ونقدر نختصر بأنها هي أيضا مثل ما ذكرتي دكتورة فاطمة ثقافة جديدة وآلية خدمات حديثة ونوعية يعني نوعية مختلفة من آلية التواصل المستمر وبأسلوب يعني جديد وبثقافة وآلية وتقنيات وفرتها هيئة الصحة بدبي، بحيث أنه يكون هناك في تواصل مختلف مع يعني جميع الأنواع أو أنماط المتعاملين اللي توفر لهم الخدمات هيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة أحمد الحمادي اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، سعيدين جدا الحقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة وحديث عن خدمة الطبيب لكل مواطن. كل الشكر والتقدير لك دكتورة فاطمة. تسلم أستاذ عبد الله، وأنا أتمنى فعلا المجتمع أن يستفيدوا من خدمة طبيب لكل مواطن، يتواصلون مع هيئة صحة دبي إذا كان عندهم أي استفسار بخصوص هاي الخدمة، وفعلا إحنا في الخدمة. الله يبارك فيك، شكرا دكتورة. شكرا مستمعينا الأعزاء، ومن حديثنا عن خدمة طبيب لكل مواطن ومع الدكتورة فاطمة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن قدمنا معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويد، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل القواسمة. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.